السنة فاتت الأهلي مثلا كان بيبقى متقدم على الزمالك 2-0، أو ممكن يتقدم في الشوط والزمالك يرجع يعمل كومباك عليه ويفوز بالشوط. كنا بنشوف حالة من التوتر والعصبية بين اللاعيبة داخل أرض، لعيبة الأهلي نفسها داخل أرض الملعب. الموسم السنة دي ما شفناش ده خالص. يعني الأهلي اتأخر في السوبر، خسر الشوط الثاني في السوبر 30-31، وخسر الشوط الأول في نهائي الكاس في بدايته خالص، بعد كده رجع كسب. ايه الفرق اللي اتغير عن الاهلي السنه دي الاهلي السنه اللي فاتت؟ يعني السنه اللي فاتت كنت بحس ان احنا يعني مفيش منتاليتي خالص، مفيش عقليه خالص. كنا دايما بنتعامل خلاص احنا لعيبه مصريين، تمام. كان دايما بنفكر في ان خلاص فرق 5 بونت، لا خلاص ده بقى بعيد او مستحيل هنجيبه، مع اننا ان احنا في ماتشات يعني في نهائي الكاس كان 18-10 عند الزمالك وجبناهم وفرقنا وخسرنا، يعني احنا جبناهم وفرقنا وخسرنا. لكن دلوقتي لا، كان يعني دايما كان دايما كابتن فرناندو يتكلم معنا يقول لنا لا خليكم هاديين، خسرت نقطه مش مشكله، ما تتكلمش مع زميلك اخرك يعني كلمتين، لو مش هتقول له كلمه كويسه ما تتكلمش معاه خالص، دايما خليك هادي، لو انت متعصب عمرك ما هتطلع كل اللي عندك، لكن لما بتبقى هادي تركيزك بيزيد، تعرف تبص على الملعب تشوف ايه اللي الملعب ناقصه وتقدر انت تزوده، تشوف ايه اللي ناقص عندك تقدر تزوده، فتقدر تسيطر على نفسك ومهاراتك، لان العصبيه كمان هتخرجك بره التركيز وتخرج زميلك برده عن تركيز، يبقى الفرقه خسرت 2 في الملعب. بالظبط. وغير كده ده كان دور برده كابتن عبد الله وكابتن حسام وكابتن صلاح برده معانا في الملعب، كان دايما لما يحصل اي مشكله سيبونا احنا نتعصب، سيبونا احنا نزعق، انتوا مالكوش دعوه، عشان الفرقه ما تخرجش عن تركيزها. بالظبط بالظبط.